مشهور حديثه عن ابي بكر الصديق انه قال يا رسول الله لما كفر ذلك قال ان تقول اللهم اني اعوذ بك ان اشرك به وانا اعلم واسترك لما لا اعلم. ويجب على ظني انه لا باس في اسناده لكني لا اجزم لاني بعيد العهد عن اسناده وقد عمت بعض الطلبه اجماع فيما مر في ذلك عن قريب قال نبه عليه كما في الجمعه الثلاثه ليله الاخر الجمعه الثلاثه لكني غالب ظني انه لا باس في اسناده وهو ان يقول الانسان اذا وقع فيه اذا خاف من هذا الشيء وهو كل منا يخاف هذا الشيء اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بشيء وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم.